هذيك 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 صح. والثمن ديال هادو محنت شحال؟ الصوت كيتبدل والله. الا دور 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 والله لا كاين. السلام عليكم لا فامي، كنتمنى كاملين تكونوا بخير. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنوريكم لي زاكسسوار ديال بوجلود. قبل ما نوريكم لي زاكسسوار ندوزو عند خونا ادريس. ها هو فين كاين؟ غادي نشدو مع السن شويه ندوي معاه. انا خو رشيد. انا هو هذاك خويا جاري مو بالدروبو الحسنيه ديما. ما عندي ما نتا لكم. قول لي اوكي دوزتي انت دوزتي يا ماتك في بوجلود. واش نقول لك؟ ودات خو رشيد بوجلود مشى مع ليا ما ديروا دابا رشيد. الصراحه معقول نقول لك ما دابا بوجلود بقى دريس صغير بقى لا بوجلود ولا ود رشيد. وسمح لي الله يحميك. انا ولد من سرقه وانا ولد ايمانو انت تما. مين بدا الكرنفان بوجلود الله يرحميك والدي بوجلود. حنا خنا عقلنا عليه كانوا كيديروا الناس اللي هما بعقولهم وكبر. دابا البراش دابا ولا طفي هاد الحسابات ود اخو رشيد. صراحه نقول هذيك انا معقول. كان ديك الساعه ما كيتشري لا جلده ولا دابا بنادم ولا كيشري الجلد ولا كيقيل حسابات ولا كيتفند ولا فهمت كيفاش. هذيك النسمه ديال بوجلود ود رشيد مشات. ونقولها لك بصراحه اخويا والله العظيم كانوا الناس حنا عقلنا عليهم بوجلود. والله العظيم كانوا كيديروا الناس اللي بعقلهم. كان بوجلود بالنكهه ديالو وكان كيضرب شهر ديال بوجلود شهر شهر والنكهه ديالو تبارك الله وزيد عطينا عاشوره. هو كما دابا هذا الشيء اللي كنشوف دابا انا الدراري الصغار ولا حسابات ولا بنادم كيتفند ولا بنادم كيقرقوا به عنده حساب مع هذا خصيص بوجلود. داك الشيء اللي كاين وصافي. هذا الشيء كان ود رشيد اش نقول لك؟ هو انت المهم هذا العام هذا معار ولا غير شويه بوجلود؟ علاش؟ حاول يا سي رشيد 5000 درهم. والغلا سي رشيد بوجلود وغاليين. وشوف بلا ما نهضروا حنا على الجلد. فينا هو بعدا فينا هو الحاولي باش تجي الجلد اخو رشيد؟ كيشريو الجلد صاحبي. هادشي اللي كيقولوا اخويا هادشي اللي كيقولوا. شوف هادشي اللي كيقولوا الناس هادشي بعدا اللي كنسمعوا دابا انا الحاولي غالي العيد غالي العيد غالي. هادشي ما كيبشرش ود اخويا رشيد في الخير. ها بنادم كاع لبس بوجلود بغينا خاطره ما كايناش. واش كاين ولا ما كاين رشيد؟ كنشوفوا صاحبي حنا الناس هنا كيجيو كيشكوا مساكن كاين. قال لي شحال واحد انا بعدا داز عندي هنا والله ما بيع عيد ود رشيد. والله كيقول لك انا بلاش منه هذا العيد هذا. كيقول لك ما كاينش 5000 درهم 6000 درهم انا خويا رشيد. وبالفعل كنمشي دابا عندك الزهر كتشوف الغلمي والمعزي 140 درهم من العالم ديال الغلا ود رشيد. واش غادير؟ المهم بنادم ود رشيد ها شوف غيدوز ان شاء الله العيد باش ما بنادم يقضي داك الشيء باش ما يقلعش قد قد على القياس ديالو يتمشى به والعيد راه دايز ولا لا؟ انت خويا رشيد تلبس ولا ما تلبسش؟ لا جينا عند المحل هو المهم راه خدام حنايا جاب السلعه بوب اللهم بارك. انا اللي فسدو داك العام قلت ليه اجي محل انا بالله وشرع لهاد العام راه خاص تجيب السلاح حيت داك العام ما جاب والو. الدراري كيجيو بزاف. صورت انا فيديو شحال من واحد جا وكيرجع. دابا راه جاب لكم قضيبات في الالوان والاشكال. اصفر يلا سير سير اخضري سير الله ايه غوز شوف 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 ناضي 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 سير سير ازرق كاين تحت الثمن ديال هادو الثمن ديال الدراري ديال بوجلود 30 درهم 30 درهم هادو 30 درهم من الغليظ كاين هذا 40 درهم والله ربا بلا 30 درهم 30 40 واو 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 بيض سامبل اللي خاصو بيض وهذا الثمن ديالو شتا كي داير صحة صحة صح. وبالنسبه للحزام راه جاب الحزامات جابهم في الالوان. دابا غنوريكم الالوان اللي جاب غتشوفوا كلشي المهم كاين هذا الرقيق هذا السامبل الرقيق فيه اللون فيه هذيك 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 صح. والثمن ديال هادو محنت شحال؟ هادو 70 درهم 70 درهم 70 درهم والله الا تصايب معاكم بالله. ذاك العام كنا كنبيعوهم ب 80 حتى ل 100 حتى هو 70 درهم والله الا تصايب معاكم اقسم بالله. وبالنسبه للدريات اللي كتفرجوا فيا خاصهم اللبسه ديال الشلحه تعاملوا معاكم في الثمن وكل شيء. اي حاجه خاصكم التقليديه ديال الامازيغ يجي عنده عند المحل. مرحبا بكم مرحبا والف مرحبا. راه المحل بحال الوالد عزيز عليا ومشي زعما اشهار انا نتخلص عنده ولا شي حاجه. هذا الشيء درتو كاينين صغار بالنسبه للدريس درتو حيتاش عزيز عليا هذا السيد بالنسبه للدريس وراهم صح. اخوانا هما الحزامات اللوان صفار وبيض زرق هذا فيه اللوان هكايا غوزي احمر كحل. المهم الاخوان المحل فين كاين؟ اول محل ديال محند والمحل ديال طبارة اللي ديجا صورت معاه فيديو. ها هو دابا لقيتها كتصلي. اخوان دابا جينا عند طبارة درت لكم واحد البروموسيون واعر ديال بصح. قلت لكم هذا كتبيعو ب 150 درهم درت لكم 130 درهم اللي جا من طرف ديالي انا شحال 200 درهم هذا كتبيعو ب 300 والله الا 200 درهم اللي قالت لكم. دابا كما كتشوفوا لا خاصو شي حاجه مرحبا به عند الطباره. راه كاين حدا محند او حدا محند وعندها الالوان حتى لبتي
تصوب شي حاجه اي نوريكم كيفاش كتصاوبوا ها هو كيفاش كيتصاوب كيتصاوب هنايا خويا نقي و الشعر ناضي صراحه كان لي كولو كما قلت لكم الا بغيتي شي لون اي حاجه بغيتيها غتصاوب ليك طبره مرحبا بكم عند طابا راديو شكرا رشيد ماشي مشكلة طابا اخوان بالنسبة للمحل كتدخل مع هاد الباب ثلاثة كدور على يديك اليمين فين تلاقيت مع هاد الدري هذا كتخرج فيها يعني يا بخير الله يحفظك يا بوجلين جا عندي قال لي واش انت اللي كدير فيديوهات ديال بوجلين داك الشيء قلت له وهذا مرحبا بك الله يحفظك اسمي كبير يحيى تحياتي يحيى الله هو هاد العشيراني هاد الشيء كلشي مزيان كيحضر هو هذاك هذاك كان تحسين عالي عالي هاد مول الالعاب هذا اللي كاين في السوق كيبيع الميسكان هادشي ديال بوجلود ميسكان شحال هذا كاليتي نشوفوهم دابا نجربوهم ونشوف الادمين شحال باش كيبيعهم والله ما عرفت صراحه هاك شد 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 نجرب و هذاك ناضي لا لا هو هذاك لا لا هو هذاك انت الصوت كيتبدل والله دور 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 والله لا كاين دور ايه شي ما عرفتش واش كيصاوبوا واش البلو ايه هو ديك الصحاب سكينو ولا تبان والله الا نقي نقي هو هذاك والله ما كيبان هذا صحيح ما كيبانش ليا زوات عندك هذا على حسب يوال نقصها هذا باقي على جنادي طيب قولوا هذا الفضاء الفضاء هذاك الفضاء كريم كريم هو هذا انظروا انت مشكل فيك دابا صعيب صاحبي شو هاد الطابي صغار ايه دو دو